أسعد الله مساءكم بالخير مشاهدين الكرام أينما كنتم، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم. مشاهدينا على مدار 30 دقيقة سأكون معكم في برنامج الوطن. أكيد تقدروا أن تتواصلوا معنا على هاشتاج البرنامج على إيميل البرنامج الوطن دوت اليوم آت الآن دوت تي في. طبعا أكيد مشاهدينا مثل ما عودناكم برنامج الوطن اليوم برنامج يختص بالشأن السعودي ويسلط الضوء على أهم القضايا في المملكة العربية السعودية، سواء كانت سياسية اقتصادية وأيضا اجتماعية. لكن مشاهدينا الكرام، ماذا عن أهم الأخبار في المملكة لهذا اليوم؟ ولي العهد نعيش نعمة الأمن والاستقرار في ظل رعاية خادم الحرمين، وأمير الرياض نتطلع لأن يكون أعضاء المجلس البلدي ذراعا للدولة في متابعة أعمالها، وإطلاق اسم سلمان الحزم على مدرعة سعودية. مشاهدينا، ما هي المواضيع التي سوف أناقشها اليوم في برنامج الوطن؟ التجارة تتلقى 1,200,000 بلاغ، 74% منها هي غش تجاري. سيلفي ينهي حياة 3 معلمين، والعلاقة الجوهرية بين الأدب والشعر والوطن. حياكم الله. تلقت وزارة التجارة والصناعة عبر مركز بلاغات المستهلكين أكثر من 1,200,000 مكالمة خلال العام 2015 للميلاد، وباشرت الوزارة العمل على متابعتها والرد بخصوص البلاغات والشكاوى المتعلقة بجهات أخرى لإحالتها للجهات ذات الاختصاص. ووفقا للإحصائية السنوية للمركز، بلغ معدل رضا المستهلكين 72% عن البلاغات التي تلقتها عبر هاتف المركز 1900 وتطبيق بلاغ تجاري أو من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة ومواقع التواصل الاجتماعي. مشاهدينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن الرياض الأستاذ عبد العزيز الخضيري الإعلامي والمهتم بشؤون المستهلك. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد العزيز. عندما نتكلم عن شؤون المستهلك والتعاون الذي يجب أن يكون ما بين المستهلك وأيضا وزارة التجارة وأيضا جمعية حماية المستهلك، حدثنا عن هذا التعاون المهم في هذا المثلث بين أطراف هذا المثلث. أهلا وسهلا بكم. أهلا ومسهلا. متى ما حس المستهلك أنه أن هناك تجاوبا لمشاكله سيتعاون، ومؤخرا يعني بالضبط أكثر من سنتين في تعاون كثير في التبليغ من قبل المستهلك لدى الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة التجارة. وزارة التجارة بدورها تتابع أي قضية للمستهلك وتخطره أولا بأول عبر وسائل التواصل أو عبر الرسائل من خلال مراحل شكوى. وزارة التجارة أيضا لا تستغني عن الشكاوى حتى تعرف نقاط الضعف في السوق، وهي معروفة، لكن نوع من التأكيد ونوع من الزيادات والنقص في أنواع الشكاوى، وأنواع الشكاوى كثيرة جدا. ومثل ما هو معروف الغش التجاري يعني يتسيد هذه الشكاوى، وإن كانت الخلافات التعاقدية بين المستهلك ومقدم الخدمة مؤخرا هي التي سيطرت على عدد ونسب الشكاوى. نعم، اليوم سوف نركز بشكل أكبر على ما يتعلق بحماية المستهلك وأيضا المنتجات المغشوشة والغير صالحة للاستخدام. أستاذ عبد العزيز، البعض يقول أن جمعية حماية المستهلك لا تقوم بالدور، دعنا نقول الذي يجب أن تقوم به، ولذلك يعني نجد هناك غش تجاري في المحلات. ما رأيك بأداء جمعية حماية المستهلك كمراقب وإعلامي فقط؟ جمعية المستهلك دورها ليس تنفيذيا في كل الدول العربية، دورها وحتى في الدول غير العربية. جمعية المستهلك هذه جمعية مجتمع مدني، دورها بالدرجة الأولى، خلينا نركز على جمعية المستهلك في المملكة، دورها توعوي فقط أولا وحقوقي في التقاضي لدى القطاع الخاص والعام في القضايا ذات القضايا العامة. لا يحمل المستهلك تشريعا ولا تنفيذا
إلى الجهات الحكومية. جمعية المستهلك فقط تقدم تقاريرها ما يحدث بالسوق أو ما يحدث من ممارسات لبعض التجار المخالفة لنظام الغش التجاري ترفعه للجهات العلاقة. هذا دور الجمعية. الناس يخلطون أن الجمعية تأمر وتنفذ وتعاقب وتغلق، هذا مو صحيح أبدا أبدا، لا في نظامها ولا في أي نظام جمعية مجتمع مدني. فقط هي تراقب أداء الحكومي تجاه ما تقوم فيه تجاه المستهلك وتراقب وضع السوق فقط. نعم. طيب، في حال يعني وجد المستهلك مشكلة في منتج ما، هل هناك أرقام معينة لوزارة التجارة أو لجمعية حماية المستهلك ممكن من خلالها أن يتواصل معهم وبالتالي أكيد يبلغ عن المنتج اللي هو شاف منه طبعا أنه يعني شاف أنه هو غير صالح للاستخدام؟ الرقم الأشهر والوحيد لدى علاقات المستهلك هو 1900، هذا خط ساخن 24 ساعة يعمل كما قرأت، وهو المشرف وهو المسؤول عن تلقي بلاغات المستهلك فيما يخص أنظمة وزارة التجارة. في أنظمة أخرى في صحة البيئة، هذه خاصة بالبلديات على 940، يعني كل بعض الجهات الحكومية أو ثلاثة أو أربع جهات حكومية هي تقريبا مسؤولة عن البلاغات، لكن أشهرها هو رقم وزارة التجارة أو بلاغات المستهلك في وزارة التجارة. نعم. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم الأستاذ عبد العزيز الخضيري الإعلامي والمهتم بشؤون المستهلك، شكرا جزيلا لك. لم يدر بخلد ثلاثة معلمين بقطاع المضيلف شمالي مدينة القنفذة، يرافقهم رابع هو أحد أصدقائهم وهو موظف بأحد القطاعات الحكومية. أن تكون لقطة السيلفي بكاميرا جوال أحدهم تعبيرا عن الفرحة بأداء مناسك العمرة هي آخر لقطة في حياتهم بعد تعرضهم أمس لحادث مروري مروع على طريق الساحل جدة جيزان عند مركز طفيل جنوبي مكة، حيث التحمت مركبتهم مع أخرى مما نتج عنه وفاتهم جميعا رحمهم الله. زملاء العمل أبدوا حزنهم الشديد وأضافوا أن المتوفين كانوا من خيرة الزملاء خلقا ومن أحرصهم على حب الخير والعمل بالإخلاص في مهنة التعليم. للتعليق على هذا الموضوع تنضم إلينا ومن جدة الدكتورة نادية نصير الأخصائية الاجتماعية والنفسية معي عبر الهاتف. الدكتورة نادية نصير، نعم، أهلا ومرحبا بك دكتورة نادية في برنامج الوطن اليوم، ضيفتي الجميلة دائما دكتورة نادية. للأسف يعني عندما نتكلم عن ما يعرف الآن بالسيلفي، ما يعرف بالسناب شات، يعني ممارسات خاطئة من شباب والشابات، يعني الآن حتى نتكلم عن معلمين، يعني حتى ما هم مراهقين، ما هم شبان ولا شابات، يعني هم أشخاص ناضجين. هذه الممارسة إلى أي مدى ممكن، خاصة عندما يعني يكون الواحد يعني سوق سيارته، في بعض الممارسات حتى مثلا يطلعون يرقون فوق الجبل يصورون، هل هذا مرض الحين؟ بمسي عليك شيرين وعلى جميع المشاهدين والمشاهدات. احنا ما نقدر نعتبره هو كمرض، وانما هي كظاهره، ظاهره اجتماعيه، يعني مع التكنولوجيا الحديثه انتشرت بشكل فظيع، بحيث ان هم اصبح كل الشباب الشابات العالم حتى الكبار حتى الناضجين ما بيعرفوا الوقت اللي هو مفروض يستخدموا السيلفي فيه. فبما انهم في سياره ممكن ان هو يعني يستثنى السائق كان من انه هو يدخل في السلفي، ممكن اللي هو ما بيسوق كان يستخدمه كان مضيف بالسلام. ولكن احنا بنقول ان الناس اصبح عندها شيء بنسميه هوس تسجيل اللحظه، اصبحوا كل الناس يحبوا ان هم يسجلوا اول باول لحظات حياتهم في كل مكان. واي شيء يشغل الانسان بيكون هو الشيء اللي هو في بؤره الشعور، خلينا نقول اي شيء بيهتم فيه بيكون في بؤره الشعور، وما عدا يصبح في هامش الشعور بعيد. فمن الأشياء اللي بتشتت الانتباه إن هو الإنسان أي موضوع آخر طلعين من موضوع إلى موضوع آخر، أصبح الموضوع اللي هو فيه هو اللي مستحوذ على جميع خلاياه العصبية وعلى جميع انتباهه
وتركيزه. فلذلك احنا من الاشياء اللي هي مفروض ان يكونوا واعيين، نكون كمجتمع واعي انه احنا السائق دائما يستثنى من مساله السيلفي ومساله السناب شات والحاجات دي كلها، لانه انتباهه حيتشتت بين انه هو بيسوق على الطريق، مفروض انه يكون هو هذا الموضوع اللي فيه بؤره الشعور. فمجرد ما يخرج الى موضوع اخر اكيد بده يتشتت انتباهه. واحنا عندنا قانون انه هو بيمنع حتى الكلام بالتليفون انه هو اثناء القياده، وعليهم القانون نزل لهم وعليه انه هو عليه غرامه اذا اتمسك وهو مشتت انتباهه ما بين هذول. نعم. تلاقي ناس كثيرين يقول لك طيب نتكلم بدون او ناخذ اللقطات بدون ما نلمس التليفون، بيكون بعيد منهم ويضبطوه على شيء معين، وهي كلها مشتتات للانتباه. نعم. لابد. طيب طيب دكتورة، يعني احنا قاعدين نتكلم للأسف هذه يعني حادثة مؤلمة، رحم الله المعلمين الثلاثة. نعم. لكن طبعا احنا يعني نشوف يوميا يعني صديقاتنا كثير من أهلنا 24 ساعة قاعدين سالفة السيلفي وسالفة السناب شات. طيب احنا متى نقدر، انت قلتي انها هي ما هي حالة مرضية، هم مرضى، متى ممكن احنا نقول ان بدأنا نوصل للحالة المرضية أو الحالة أن الشخص هذا في سالفة بالموضوع، في إنه خلنا بقول لك. أيوة، هي مسألة عادات سيئة الإنسان بيعود نفسه عليها. فإذا الإنسان تعود على عادات سيئة بتصبح توصل مثلا لشبه الإدمان على الشيء. يعني ما لها علاقة مثلا بفقدان الشخصية بالنفس؟ لا لا. أو ما لها أي علاقة بالمواضيع هذه؟ هي فقط عبارة عن أنه الإنسان أصبح عنده هوس، نوع من الهوس ونوع من العادات السيئة تعود عليها. وإحنا بنقول عادة سيئة ليش؟ لأنها بتنزل في للإنسان بمنزل هي تصبح من سمات شخصيته، من صفات شخصيته، لكن هو ما عنده شيء غير أنه خطأ أو تصرف خاطئ أو سلوك خاطئ، هو اتخذ هذا الطريق الخاطئ. فلا بد أن يكون وعي الإنسان يعني يوصله إلى أنه ما يشتت انتباهه، أنه هو يكون عنده على الأقل. حتى إحنا أصبح ما عندنا في حياتنا كل شيء منتشر على ما عاد عندنا شيء خاص يعني حتى يعني نشوف هالحين كلش التصوير في أي مكان، في المطبخ، في الصالة، في أي مكان، في السيارة رايحة راجعة، كل البنات يعني خاصة أن يصورون أنفسهم. طبعا أنا أشوف بعد البنات ممكن بالشيء هذا يعني نشيطين أكثر حتى من الشباب، صح ولا دكتورة؟ والله هو الشباب عموما يتساووا، البنات والأولاد يتساووا في النشاط اللي هو التصويري ده بزيادة، الا ما بتلاقي انه في جزء يمكن من البنات عندهم محافظه في عدم نشر صورهم او اشيائهم هذه من الخوف شويه. لا، انا اعتقد انه الشباب اكثر انتشارا لانه ما عنده شيء يخاف منه او شيء يخبيه. بس اصبحنا حتى التفاهات بتنشر، حتى بعض الصور نزلت لي سناب شات او تنزل في تصوير بالسيلفي او هذه الى العالم اللي بتندفن في القبور، فيعني شيء فظيع صراحه. صح صح، يعني لدي الدرجه وصلنا بالهوس. انا سميتها ظاهره اجتماعيه مهووسه، بحيث انه احنا لابد الوعي يرجعها ويرجع الانسان الى مكانه، انه على الاقل يحصل لك نوع من الخصوصيه. ورغم انه القوانين بتنزل انه ممنوع التليفون، حتى التليفون عادي يتكلم فيه ممنوع اثناء القياده، لانه في مهن خطره لا نستطيع ان نستخدم فيها التليفونات بهذه السهوله، او سناب شات او اشياء تلهينا، لانه المهنه اللي تبدي خطره. نعم. إنه قيادة سيارة، إنه بقوم بمهنة مثلا يكون في مصنع فيها أشياء حادة، آلات، هذه الأشياء كلها جدا خطرة. فلا تشتت انتباهك، يعني نصيحة إنه لا يشتتوا الانتباه، لأنه الإنسان إيش هو؟ يعني الله ما جعل قلبين في جوف واحد، يعني إنه بمعنى إنه أنت ما تقدر تعمل شغلتين في وقت واحد. نعم. الدكتورة نادية نصير، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الوطن اليوم. الدكتورة نادية نصير الأخصائية الاجتماعية والنفسية كنت معي من جدة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا، ماذا عن أهم الأخبار المحلية في المملكة لهذا اليوم؟ الشورى يطالب بمساواة الذكور والإناث في محكمة حقوق الإنسان، والدفاع المدني يحذر سكان بدر من سيل خطير، نظام لحماية حقوق المسنين وأولوية ومجانية في الخدمات وإعانة للعائل على طاولة الشورى. الداخلية تنظم ورشة عن استراتيجيات وبرامج تعزيز الأمن الفكري ونشر الوسطية. الدمام ضبط 6700 كيس بصل
غير صالح للاستخدام البشري، وجوازات تؤكد إمكانية تغيير المستضيف للزائر اليمني. فاصل قصير. حياكم الله من جديد. تقوم صلة الآداب بالأوطان وارتباطها بها على علاقة ضاربة الجذور في تاريخ الإنسانية، وهي بهذا المعنى علاقة فطرية عامة. أما علاقة الأدباء والمثقفين والكتاب بكيانات وطنية محددة فهي في الغالب علاقة خاصة ومتغيرة بتغير المنظومات السياسية يتميز فيها الأدب المشارك والمجانس، مثلا عن النزاعات الأدبية المناوئة أو الفوضوية أو العبثية، مما شاع وعرف في فترات معينة في تاريخ العالم في ظل مسببات وخصائص ونتائج تختلف باختلاف ظروف المكان والزمان والأحوال. وفيما يتعلق بالواقع المحلي، ربطت علاقة ذات خصوصية واضحة بين الأدب والوطن منذ توحيد أقاليم المملكة على يد الملك عبد العزيز آل سعود، تأسست على قاعدة ما يمكن أن يسمى القرار والاستجابة، وقرار واعٍ ومدعوم من السلطة واستجابة من الأدباء والمثقفين والكتاب، عنوانها في الغالب الأعم تشرب الحالة الوطنية والقناعة بها. مشاهدينا، للتعليق على هذا الموضوع، واليوم سوف نتكلم بشكل مفصل عن علاقة الأدب والأدباء والشعراء وارتباطهم الوثيق بحبهم للوطن. ينضم إلي الآن وفي الاستوديو الشاعر عبد الله العوني. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الله في برنامج الوطن اليوم. جزاكم الله وشيء، مساكم الله بالخير جميعا. يا لو مسهلا، مساكم الله الاستضافة. أستاذ عبد الله، عندما نتكلم عن علاقة الأدباء والمفكرين بالمملكة وحبهم للوطن، دعنا نعود للبدايات ومنذ توحيد المملكة على يد المؤسس رحمه الله الملك عبد العزيز. لم تعد الوطنية مجرد موضوع عابر، ولم تعد أيضا وطنية غرض من أغراض الأدب كما اعتدنا عليها في السابق كالأدب الجاهلي مثلا، بقدر ما كانت كيان شعري وأدبي وثقافي وفكري. كيف ارتبط هذا، أو كيف تجسدون أنتم كشعراء حبكم للوطن من خلال القصائد التي تقولونها أو تكتبونها؟ أول شيء، الوطن يعتبر كيان لحب الشعب للوطن من بداية تأسيس المؤسس عبد العزيز رحمة الله عليه وتوحيد الشعب، والقبائل أصبحوا إخوان، والمدن أصبحت متواصلة مع بعض، فأصبح كيان لابد منه اللي هو الأدب والشعر. وكحق علينا كشعراء لابد أن نوضح حب الشعب للوطن والكيان الوطني، لكون الشاعر هو لسان الأمة أو لسان حال العرب. حب الوطن غريزة من الأجداد ولا هو جديد علينا يعني، فاحنا من يوم ولدنا وشيباننا واجدادنا وحنا مبايعين الدولة على حب الوطن. لذلك فيه العاصة الحزم في رعد الشمال، احنا نفتخر بما ان احنا نذود عن الدين باذن الله قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والاتحاد الخليجي والاتحاد الاسلامي ككل. فقط هذا حبنا. نعم، يعني انت ذكرت جزئية مرة جدا مهمة أستاذ عبد الله، ألا وهي كيف يقوم يعني كل مواطن منا بمكان الذي هو موجود فيه، يعني من مكانه هو يقدر يدافع عن الوطن، وأنه هو بعد يقدر خلّى بقول لك أنه هو يدعم أيضا الجنود المرابطين أيضا على الحدود. يعني مثلا كشاعر ممكن بقصيدة يعني تسعد بها نفوس الجنود، كإعلامي كصحفي، طبعا هذا كله دور مترابط مع بعضها البعض. أنا طبعا عندي فضول، أنا سمعت أن أنت يعني عندك قصيدة طبعا توجهها للجنود، يعني قصيدة أنت كتبتها عقب عاصفة الحزم، نسمعها مع بعض. اسمعها. كتبت القصيدة، كتبتها بداية عاصفة الحزم أول ما جاء الخبر. يقول: صقورنا في الجو صالت وجالت، وصابت هدفها قبل لا ترمش العين، حامت
على الحوثي وطالت ونالت وعاداتنا وقت نلاقى مجانين بقيادته اللي كل ما قيل مالت قال العدل عندي بعد ربنا معين ابو فهد يوم الطواغيت عالت قال ابشروا بالنصر للجار والدين سلمان يوم ان المواقيف طالت عجل بوقفاته ودك المعادين قال الحبل ما هو للاقصام فالت حنا اهل العوجة على العسر واللين قال الحبل ما هو للاقصام فالت حنا اهل العوجة على العسر واللين وقامت قنابلنا عليهم تحالت من بطن حربية تبى تقضي الدين ودميهم في باطن الأرض سالت وشل الجثث مرمية يسار ويمين وفعولنا عما تمنوها حالت ولعادل الحوثي عوين ولعادل الحوثي حليف وموالين وفعولنا عما تمنوها حالت ولعادل الحوثي حليف وموالين ولهي غريبة يوم صالت وجالت وصقورنا تاريخهم له براهين وصحائف التاريخ للمجد شالت من عصر ابو تركي يا عصرنا الحين سلامتكم صح لسانك صح بدنك صح لسانك شاعرنا استاذ عبد الله طبعا لما نتكلم عن اغراض الشعر العديده طبعا نتكلم عن الشعر في حب الوطن عن الشعر ايضا الشعر الغزلي لكن في بعض الاحيان طبعا يحكمنا احنا الوقت اللي احنا نكون موجودين فيه الوقت والزمان هو اللي يحدد فعلا مشاعر الشاعر صح لابد الشاعر والإعلامي والكاتب والراوي في أوقات لابد أنه يشارك فيها كوطن كاحتفال معين كيوم وطن كأي حاجة معينة سواء الوطن أو غيره الحاجة اللي تكون منتشرة بين الناس لابد الشاعر يوثق نفسه فيها كدعم مثلا الأيام هذه كدعم للجنود المرابطين ورجال الأمن على الحدود وتحفيزهم وشكرهم بالذات لأنهم يسهرون على راحتنا احنا كشعب فمشاركة الشعراء فرض تقريبا فرض واجب يعني مو بواجب واجب فرض واجب لا هو مو بفرض واجب بعد يعني هو أنا يعني أشوفه أنه هو فرض عين بالذات أنا أشوفه طبعا أنه هي بالنهاية هو هذا الإنسان قادر أنه هو يقدم شيء هو يقدر انه يقدم شيء يعني مثلا الصحفي ايضا اللي هو يروح على الحدود عند الجنود يصورهم ايضا يعني يصور جهدهم خلني بقول لك اكيد التعب اللي هم يتعبونه ويسهرون لحمايه امن وامان الوطن صح نعم طب عندي قصيده ثانيه عندي قصيده برضو بالوطن ملامسه للرعد الشمال حاليا الحرب الإسلامي والحدود الجنوبية العصر الحزم فيقول تكلم عنا كشعب سعودي كلنا دون الوطن جندي سعودي نحتميه ولا نهاب من العدا دارنا بارواحنا دونه نذودي لو تروح الروح قلنا له فدا نارد حياض المنايا فالعدودي موت عز ولا حياة معردة الفهود اللي تسمى بالفهودي تحتمي ميقافها لا من بدا والجيوش اللي على كل الحدود في الشمال وفي الجنوب لها صدى يوم عاصفة الفهد لهدى الكبودي عاصفة صحر الخليج المغدى يوم خان العهد نقاض العهودي كان ناوينا عشاء واصبح غدا وقتنا الحالي بعاصفة الصمودي حزمنا خلى العدو ما له جدا عادتها الأبطال دايم في الوجود يوم نادى الجار لبوا للندى حيثنا جيشنا مع هالحرس فخر السعودي يحتمون الدار قاده وعقده جيشنا مع هالحرس فخر السعودي يحتمون الدار قاده وعقده السيوف اللي تورد للحودي تارد الموت وتغني له حدا وسيدي سلمان ما يذخر جهودي دون واجب وسيدي سلمان ما يذخر جهودي باذل جهده ولا روح سدى لين صار الشعب من زود افزودي حبهم لارض الوطن ما له مدى ومجدنا واضح ولا يبغى شهودي مثل ضلع طويق وجبال الهدى وكلنا دون الوطن جندي سعودي نحتميه ونرهب قلوب العدا سلامتكم صح لسانك سلمت شكرا اكيد انك اليوم نورتنا في برنامج يسلم. الوطن اليوم اسعدتني اكيد بوجودك شاعر عبد الله ومثل ما انت تفضلت كل مواطن سعودي هو يحاول يقدم شيء بكل اللي يقدر عليه احنا اكيد ارواحنا كلها رخيصه يعني للوطن حقا
علينا كسعودي او غير سعودي، كل واحد مرتبط في وطنه. طيب انا اشكرك، الله يجملنا واشكركم على اللقاء، تشرفت فيكم. جمل الله حالك، شكرا شكرا استاذ عبد الله العوني الشاعر السعودي، شكرا جزيلا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. سلامتك. انتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى من دراسة وإعداد مشروع نظام حقوق كبار السن ورعايتهم، مؤكدة على أهدافه في تعزيز مكانة كبار السن ورفاهيتهم والحفاظ على أمنهم وسلامتهم. طب استني شوي يعني. وقع عدد من الشركات التابعة للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني تقنية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة 5 اتفاقيات مع عدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال التقنية والصناعة، وذلك بغرض تأسيس 5 شركات في المملكة متخصصة في نقل وتوطين تقنيات وصناعات متقدمة في مجال الطائرات العسكرية والمدنية والأقمار الصناعية والرادارات والطاقة النظيفة. إذن مشاهدينا، إذا هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم اليومي الوطن اليوم، أكيد تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، أكيد ألقاكم غدا وحلقة جديدة من برنامج الوطن اليوم ومناقشة أهم المواضيع التي تختص بالشأن السعودي. تواصلوا معنا على هاشتاغ البرنامج الوطن اليوم، أيضا على إيميل البرنامج الوطن دوت اليوم آت الآن دوت تي في. أشوفكم بإذن الله بكرة، مع السلامة.